المسجد أبو أشرف إلا الحدائق للاحتفال بزفاف والديه، كما هو الحال لأبو عبد الله الذي فضل المتنزه لإقامة حفل عيد ميلاد ابنه، وذلك هروبا من درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي في البيت وعدم المقدرة بدفع أجور القاعات المخصصة للمناسبات. كهرباء يطولنا إياها شوية يعني وتروح، حتى الوايرات تقطعت. ليش؟ لأن المحولات قليلة وجرون من المحولة يعني جميع هذا، هي محولة واحدة يجرون كلها عليها. جينا احنا وعوائلنا المتنزه طبعا لان كثره انقطاع الكهرباء المستمر بمحافظه البصره، ومحافظه البصره تعرفونها من كثره انقطاعات والجو الحار الموجود، اكثر وقتنا نقضيه بالحدايا ومتنزهات. سوي عيد ميلاد لابني وكثره انقطاع التيار الكهربائي يعني جبرنا انه نجي لهنا. الاستثمار الذي وجد من اجل خدمه المواطن والمحافظات التي لا تستطيع انجاز المشاريع الخدميه والسياحيه بسبب تدني نسبه الميزانيه وروتين وزارتي التخطيط والماليه اصبح هو الحجر الذي يتعثر به المستثمرون. وفي انه ميزانيه الحكومه لا تغطي شيء، يعني لا تستطيع ان تخلق مشاريع مثل هذا المشروع او غيره للناس. وحتى في موضوع القطاع الخدمي الحكومة لا تستطيع أن تغطي كل شيء بسبب قلة الميزانية، الميزانية لا تكفي، لذلك احنا نقر بأن الميزانية لا تكفي. خنشجع المستثمرين تقدر تستثمر أموالها تحقق فائدتين، فائدة للمستثمر وفائدة للمواطن، وبنفس الوقت أيضا الدولة تستفيد من وجود مشاريع تساهم في عملية الاستقرار، تساهم في عملية القضاء على البطالة، تساهم في عملية رفع العامل النفسي الضغط النفسي الآن اللي جاي يعاني المواطن. أصبح المواطن البصري أسيرا بين مطرقة ارتفاع درجات الحرارة وسندان غلاء أجور قاعات المناسبات للهروب من التكاليف الباهظة، وفضل العودة لأحضان الطبيعة لإقامة مناسباته. لقناة الشرقية نيوز، أمجاد ناصر، البصرة.